يواجه فريق الترجي التونسي نظير الاتحاد المنيسيري في مباراة ودية استعدادا للمباراة القادمة. لكي تشاهد المباراة مع الفضل التطبيق الزرقاء واشترى بقناة. وشكرا لكم مسبقا. ملعب الذي سوف يستقبل المباراة ملعب مصطفى بن جنات بالمونيسيري في تمام الساعتين والنصف ظهرا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات. وسوف تتعد المباراة عبر الموقع الرسمي لفريق الترجي التونسي. نتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا لايك والاشتراك بقناة وتفعيل الخاص لتصل الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضرب لكم موعد في موعد قادم.